عاصم والمواعد من الأخبار الرياضية. منتظر اليوم العودة إلى الوقوف على منصة المتوجين بالذهب في الألعاب البارالمبية في باريس، وممكن كونوا على موعد أيضا مع زوز ولا ثلاثة ميدالية ذهبية مع دخول جديد لروعة ليلي اللي كانت هي صاحبة الذهبية الأولى في افتتاح الألعاب. 9 متاع الصباح تلعب رمي القرص مش وحدها، معها أيضا سمر كعليب وفتحية عميمية. والحقيقة المنافسة باش تكون شرسة، لأنه فما منافسة تقريبا ترمي خير منها متر ولا أكثر شوية. إن شاء الله بتبيعة تكون على موعد روعة من جديد مع تتويج. اليوم أيضا نهائي 400 متر مع أمان الله التساوي اللي كمل في التصفيات في المجموعة الأولانية. سباق باش يكون 10 ودرجين متاع الصباح. نكمل مع النهائيات ثم نعطيكم بقية المنافسات التونسية اليوم. اليوم جيهان عزيز نهائي دفع الجلة تقريبا 11 غير درجين. محمد فرحات شيدة في نهائي الوثب الطويل 11 قبل 11 بشوية. ورؤي جبابلي يلعب تصفيات 400 متر. مازال فما نهائي اخر منتظر، مروه البراهمي اللي هي ايضا متحصله على ميداليه ذهبيه وتلعب على الذهبيه الثانيه في دفع الجله. هذا باش يكون في الفتره المسائيه في حدود الساعه 6. معها سعيده النيلي وياسين القنيشي ايضا في نفس الاختصاص تقريبا 6 ودرجين. في التصفيات ما ننساوش اليوم ايضا الصباح فما محمد نضال الخليفي في تصفيات 100 متر. البارح كنا قريبين برشا من الذهب مع رؤي جبابلي في 1500، خسرنا السباق في بعض الأجزاء. مبروك عليه الميدالية الفضية وإن شاء الله بنجاح كما قلت اليوم لمختلف الرياضيين اللي إن شاء الله تكون من نصيبهم الميداليات الذهبية. تابعوا أخبارهم بالتأكيد على امتداد النشرات متاعنا. نعطيكم على مستوى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم آخر الأخبار اللي تهم التحضيرات متاعه بتبيع على التصفية الخاصة بكأس إفريقيا في المغرب. اليوم المنتخب الوطني التونسي يعمل الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا لمقابلته ضد مدغشقر غدوة في رادس في حدود 8 متاع الليل. بتبيع المنتخب متاعنا في آخر أخبار والإصابات ما زالت تتوالى. يان فاليري آخر المتخلفين عن المنتخب الوطني التونسي عن المقابلة هذه وأيضا المقابلة القادمة في المغرب بسبب الإصابة. اليوم الندوة الصحفية للمدرب فوزي البنزرتي تقريبا في حدود نص نهار، والجمهور اللي حب يتابع المقابلة في رادس اللي كما قلت غدوة 8 متاع الليل. التذاكر ما زالت بطبيعة على ذمتهم، هي تم طرحها البارح، ما زالت متواصلة اليوم وغدوة بشبابيك ملعب المنزة، ومنتظر أيضا نقطة أخرى غدوة في مسرح الهواء الطلق برادس. الأسعار 5 7 10 15 و20 دينار. مواعيد وحكم لقاء الدورة التمهيدي الثاني بالنسبة للكؤوس الإفريقية للأندية التونسية في رابطة الأبطال وأيضا في كأس الاتحاد الإفريقي. البداية برابطة الأبطال، الترجي الرياضي التونسي سيواجه فريق ديكاديها الصومالي ذهابا وإيابا في تونس في ملعب رادس. مقابلة الذهاب 5 سبتمبر 5 متاع العشية بتحكيم المالي بوبو تراوري. قبلها في رادس ايضا 3 سبتمبر بجيب بجمعه الاتحاد الرياضي المنسيري يلعب ديربي المغاربي ضد مولوديه الجزائر بتحكيم المصري امين عمر. في مسابقه الكاف 4 سبتمبر الملعب التونسي يلعب ضد اتحاد العاصمه، مقابله ايضا باش تكون في رادس 7 متاع العشيه بتحكيم الكونغولي جون نجيان. مقابلة نادي الرياضي الصفاقسي ضد فريق الروكينزو البوراندي دائما في دور تمهيدي الكاف 5 سبتمبر 4 متاع العشية بتحكيم أكوا نوندو من غانا. والنادي الرياضي الصفاقسي يستفيد أيضا كما ترجي الرياضي التونسي أنه يلعب لقاء الذهاب والإياب في تونس، وبطبيعة الذهاب باش يكون في صفاقس والإياب 21 سبتمبر أيضا في الطيب المهيري. التصفيات الافريقيه في جولتها الاولى بعد ما عطيتكم بطبيعه مقابله المنتخب التونسي ضد مدغشقر وكل التفاصيل تهم اخر تحضيراته. من اهم المقابلات ايضا المنتظره في المجموعه متاعنا فما بطبيعه لقاء غامبيا ضد جزر القمر. هذه المقابلات تنطلق اليوم، ليبيا ضد رواندا، تنزانيا ضد اثيوبيا، السودان ضد النيجر، وغدوه كما قلت مقابلات تونس مدغشقر، الجزائر غينيا الاستوائيه، وغانا ضد انغولا.
أبقى دائما مع كرة القدم، لكن المرة هذه كرة القدم النسائية ودورة اتحاد شمال إفريقيا. أقل من 17 سنة في تونس، البارح المنتخب التونسي فاز على المنتخب المغربي بهدفين لصفر. منتخب مغربي على الورق كان هو الأفضل، لكن المنتخب التونسي تمكن من تحقيق انتصار هام في بداية المقابلات. مصر انهزمت ضد تنزانيا 4-0 مقابل هدف في انتظار مقابلة غدوة الهامة بتأكيد تونس ضد مصر. في كرة اليد الافريقي يسارع مع بداية الموسم وبعد هزيمة الجولة الافتتاحية وبعد ايضا معرفة تحضيرات الفريق مؤخرا، سارع الى انهاء مهام الاطار الفني المدرب الفرنسي دراغان وايضا مساعده مروان بالحاج. منتظر مدرب تونسي والفرع سيكون برئاسة الياس ناجي. خبر حزين في كرة اليد والعائلة متاع كرة اليد بوفاة لاعب دولي سابق للنجم الرياضي الساحلي والمنتخب منتصر أسبوعي، ربي يرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتعازينا لعائلته عائلة ذكر أسبوعي. إلى بقية أخبارنا العالمية والانطلاقة من أبقى في الأجواء الأفريقية مع اسم محمد صلاح، مع تواجده بتبيعة مع المنتخب متاعه المنتخب المصري. قبل الحديث عن مقابلات صلاح كان قال كلمة ممكن هي شعلت فريق ليفربول، قال وأنه ما تمش التجديد خاصة أنه هذا آخر موسم ليه مع فريق ليفربول. هو قاعد يسجل، مادام قاعد يسجل بالنسبة للفريق متاعه تحرك فريق ليفربول، وقال وأنه باش يقدم عقد ل لاعب محمد صلاح، لكن كما تعرفوا الأندية السعودية تنتظر. محمد صلاح موجود مع المنتخب المصري ومقابلات التصفية، تصفية الكان الكاب فير وبوتسوانا. التصفية أيضا في قارة آسيا وقارة أوروبا. في قارة آسيا فما التصفية المؤهلة لمونديال 2026، بتبيعة منافسات كبيرة في المجموعات، ثلاثة مجموعات، السعودية في مجموعة الصين واليابان، الأردن مع كوريا الجنوبية. نراو أن المنتخب الأردني أمام فرصة تاريخية وأن يكون موجود في المونديال. وفي المجموعة الأولى فما منتخب عربي، نتصور قطر الإمارات في منافسة كبيرة مع إيران، وممكن منتخب عربي يكون موجود مع إيران في المونديال. لدي اسيويا اوروبيا، دوري الامم الاوروبيه بتبيعه المجموعات ال14 يلعبوا. المنتخب الاسباني يحاول انه يحافظ على اللقب نتاعه، هو نفسيا مرتاح بما انه هو الحاصل ايضا على بطوله اوروبا، وغدوه ينطلق في اول مقابلاته ضد منتخب صربيا في انتظار لقاء 8 سبتمبر ضد سويسرا. المنتخب الفرنسي وإصابة اللاعب ميندي تبعدوا عن زوز مقابلات هامين في التصفية هذه، إيطاليا أول نهار الجمعة ثم بلجيكا. ألمانيا تدخل التصفيات بمقابلة المجر، ونهار السبت إنجلترا تلعب ضد إيرلندا. هكا كملت معكم أخبار، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى الطالبي. إشهار.